تعليق ناري من مرتضى منصور على هتافات الجماهير المصرية لمحمد أبو تريكة. أهلا بيكم، معكم محمود حجازي من قناة إيجيبشن كينج. مرتضى منصور كان في برنامج النهاردة على قناة صدى البلد. متخيلين بقى مين اللي كان مستضيفه؟ أيوة، هو ده، أحمد موسى. أحمد موسى كان مستضيف مرتضى منصور وبيسأله عن البطولة والتنظيم وحفل الافتتاح. مرتضى منصور الحقيقة قال له ده شيء مبهر، والحقيقة فعلا هي حاجة مبهرة، حاجة نتشرف بيها قدام العالم كله. لحد كده كلام جميل. نيجي بقى في الكلام اللي مش جميل. قال له ان كل حاجة كانت مبهرة بغض النظر عن الالف عيل اللي هتفوا للوادي الزفت الارهابي ده، قصد ابو تريكة. وقال ان 99% من الجمهور اللي كان موجود في المباراة لما سمعوا الالف عيل دول وهما بيهتفوا لابو تريكة هتفوا لمصر ومحمد صلاح، وبيقول ان شخص غير مرغوب فيه من ملايين المصريين. الحقيقة انا شايف ان انت تتكلم عن نفسك، مالكش دعوة بملايين المصريين عشان انت ما بتمثلهمش. وبيقول انه مندهش من دموع ابو تريكة وان الدموع دي مش هتشفع له. والله انا عايز اقول ان انتوا لما تيجي تتكلموا عن ابو تريكة ابقوا استحموا الاول، فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. اشوفكم في فيديو جديد والى اللقاء.